ما نكذبش عليك، لقيت انا بغيت نعرف راجل دابا واش ميت ولا حي. هادشي اللي بغيت نعرف، ما نكذبش عليك. عييت، جيب الورقة الفلانية، سيري من هنا، سيري من هنا، سيري هادي. ما نكذبش عليك، ما عارفاش، ما عارفش فين نمشي، ما عارفش شنو ندير. كيمشي عادي وكيجي، كنا حياتنا زعما ما فات حتى شي، ما مخاصمة معاه، ما والو، ما هادشي اللي كاين. ونطلب من راجلي الا كان باقي في الحياه يجاوبني، كان ميت نعرفو راه ميت، هادشي اللي كاين. السلام عليكم، انا محب ملكه، كنسكن في مدينه اسفي. كنوجه النداء لراجلي اللي قطع من اتصال من شي عامين دابا، محمد سيهام، تزوجت به في 2005 وكان كيتصل بي وتقعد تقطع اتصال بيني وبينه، ومن تما ما بقيتش تواصلت به، ما بقيتش عرفت واش ميت ولا حي. واحد النهار وانا خارجه تلاقيت بواحد سيد صاحبه، قال لي البركه في راسك. قلت لي بغيت نعرف علاش قلت لي البركه في راسك. قال لي محمد سيام مات. قلت لي لا سيدي، قلت لي انا ما عارفش. قلت لي ما يمكنش، على انا مات وما غنجيبش خباره. فعلا بقيت كنسول وانا نسول واحد السيده، قالت لي تقريبا غيكون مات. انا راني الاخبار ديالو جابت لي العنوان وجابت لي داكشي فاش مات، وانا كنتصل بهذاك العنوان نيت راسلتهم باش يجاوبوني، ما جاوبونيش. درت محامي قال لي انا ما صعيب عليا تما نشد الاجراءات تما، شوية واعرة عليا من ناحية كورونا ومن ناحية صداع، فهمتي؟ صافي هي هذيك. عاود مشيت أنا تقريبا مشيت لواحد محامي صاحبه، قال لي قلت له ودي راجلي فلان أنت كتعرفه، وراه قالوا لي الناس راه توفى، بغيتك دابا تجيب لي التصحيح وبغيتك توقف لي في قضية. قال لي القضية ما نقدرش نوقف فيها، وبعيده فرنسا ومع هذا الوباء وداك الشيء، واي محامي وقفت عليه كيطلب مني شي مبلغ غالي، ما نكذبش عليك، وانا ما استطعتيش. تقريبا كيطلبوا مني الفلوس، كل واش كيقول لك، كل شيء يقول لك مليون، شيء يقول لك جوج، شيء يقول لك ما غاديش تجيب التصحيح، ما كاينش يعطيك الخبر ديالو، ما كاينش راه فرنسا هادي. ولكن انا ما عرفتش، ما نكذبش عليك، هذا الشيء اللي كاين اخويا. كيمشي عادي وكيجي، كنا حياتنا زعما ما فات حتى شي، ما مخاصمه معاه، ما والو، ما هادشي اللي كاين. بغيت نعرف انه واش راجلي في الحياه نعرفو، مات نعرفه. انا ما نقولش اخويا، انا عندي الرسم ديالي، راه الرسم ديالي عندي فيه العنوان ديالو، فيه كل شيء، هادشي اللي كاين. انا راه ما غاديش نقدر، راك عارف ما غاديش ما كاينش غايجيب لي الخبر من تما، هذا هو اللي كاين. انا تقريبا قالها لي عام دابا باش قالها لي السيد، وانا من هذاك الوقت وانا قلت لك كنتصل ما كاينش. ولكن ما كاينش جاب لي الخبر اخويا، ما نكذبش عليك. انا انسانه عاديه وما عنديش، هو اللي كان كيوفرني، هو اللي كان كيعطيني، هو اللي كلشي، تقطع كلشي، ما نكذبش عليك. ما كاينش اللي غادي يعاونك، ما كاينش اللي غادي يوقف معاك. ما نكتبش عليك خويا، داكشي لا اله الا الله. كنطلبوا حق الله خويا، لا كنطلبوا حق الله، لا كنطلب. انسان ما عنديش، الوالده توفات قبل خويا، خوتي كله عنده داره وكله عنده وليدات، وهذا واش اللي كاين. ما نكتبش عليك، لقيت انا بغيت نعرف راجل دابا واش ميت ولا حي، الشيء اللي بغيت نعرف، ما نكذبش عليك. عييت، جيب الورقه الفلانيه، سيري من هنا، سيري من هنا، سيري هادي. ما نكذبش عليك، ما عارفش فين نمشي، ما عارفش شنو ندير. هادشي اللي كاين اخويا، ما نكذبش عليك، والله الا عييت بالله، لا اله الا الله.
رسالة أخيرة خويا، أنا بغيت نطلب من الناس ونتلم من الله سبحانه وتعالى ونتلم من راجلي إلا كان باقي في الحياة يجاوبني، كان ميت نعرفه راه ميت. هادشي اللي كاين. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.